السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار الأولى من قناة السعودية، نستهلها بالعناوين. صدور أمر ملكي باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية. صندوق الموارد البشرية يعلن زيادة فترة السماح برفع طلبات منتجي دعم التوظيف إلى 330 يوما. والأرصاد تتوقع استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق وتنبه من حالة مطرية على الباحة وجازان حتى 9 مساء. تفاصيل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية التي تأتي امتدادا لأعمال خادم الحرمين الشريفين رعاه الله الخيرية والإنسانية. وللحديث أكثر ينضم إلينا الأستاذ الدكتور أحمد التميمي المشرف على مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والمدير التنفيذي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة. مساء الخير دكتور، وأهلا ومرحبا بك معنا. مساء الخير على الجميع. بداية دكتور، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله له سمات كبيرة وجليلة في العمل غير الربحي بجميع قطاعاته، لو تطلعنا أكثر على تأسيس هذه أو هذا الإعلان للمؤسسة، كيف يكون انعكاسا لإسهامات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعد خادم الحرمين الشريفين رائد العمل الخيري في المملكة العربية السعودية، وأيضا مؤسس لمجموعة من المشاريع الإنسانية اللي رسخت مفهوم التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وهذا امتداد ايضا لنهج المملكه العربيه السعوديه منذ عهد الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود رحمه الله. وعلاقه خادم الحرمين الشريفين بالعمل الخيري علاقه متميزه منذ ان كان اميرا للعاصمه السعوديه الرياض. وخادم الحرمين الشريفين له عديد من الاسهامات الفاعله داخل المملكة وأيضا خارج المملكة، وهي مؤثرة في مجالات خيرية متعددة مثل بناء المساجد ورعاية الأيتام ورعاية الفقراء والمحتاجين، أيضا دعم حلقات تحفيظ القرآن وغيرها. وتتويجا لهذه الإسهامات اللي أسهم فيها خادم الحرمين الشريفين، كرم عام 2015 بجائزة الملك خالد الخيرية لإسهاماته بدعم المشاريع الخيرية، وهذا ليس أيضا تقدير فقط على المستوى المحلي، أيضا على المستوى الدولي، حيث حصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه عام 1999 على وسام أو أعلى وسام في جمهورية الفلبين، وقلده هذا الوسام الرئيس الفلبيني آنذاك جوزيف استرادا أثناء زيارته للفلبين، أيضا تقديرا لمساهمته الفعالة في الأنشطة الإنسانية ودعم المؤسسات الخيرية. وبصمات خادم الحرمين الشريفين في العمل الخيري تتجلى في مجموعة من المشاريع، أبرزها جمعية الأطفال ذوي الإعاقة على سبيل المثال، كانت داعم والمؤسس لهذه الجمعية التي تعتبر الآن أكبر جمعية على مستوى العالم، وأيضا كان الرئيس الأعلى لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أيضا تولى جمعية مرضى الفشل الكلوي ودعمها ورأس مجلس إدارتها، أيضا جمعية البر اللي نجد فروعها يعني منتشرة في أرجاء المملكة، كان الداعم والمؤسس لهذه الفكرة هو خادم الحرمين الشريفين، وبدأت تنتشر وتفتح لها فروع في جميع أنحاء المملكة. لعل الجميع يتذكر لجنة أصدقاء المرضى، كان الرئيس الفخري لها، مؤسسة الرياض الخيرية اللي من ضمنها واحة الملك سلمان،
والمهتمة بالعلوم، أيضا رئيس مجلس إدارتها كان آنذاك الملك سلمان. رعاية الأيتام إنسان أيضا هو كان الرئيس الجمعية الخيرية، لها رئيس الرئيس الفخري مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز. كثير من الإسهامات لخادم الحرمين الله يحفظه في مجال الإنساني، وهو صنع وأسس لهذا العمل بطريقة محوكمة ومدروسة، وأدل وأكبر دليل هو اهتمام رؤية المملكة 2030 بالقطاع الثالث للقطاع غير الربحي، والذي توج بتأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. نعم دكتور أحمد، يعني ما هي أبرز أهداف هذه المؤسسة؟ طبعا المؤسسة هذه امتداد كما قلنا أو تمثل خادم الحرمين الشريفين وإسهاماته، فهي تهدف إلى مواصلة أعمال وإنجازات الملك سلمان في مجال القطاع غير الربحي بطريقة منظمة وبطريقة محوكمة لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة. نعم، بعد إعلان اعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية، ما هي المراكز والجهات التي تتبع لهذه المؤسسة بعد هذا الإعلان؟ بمشيئة الله المراكز الثقافية التابعة للمؤسسة والتي تعد الذراع الثقافي لها هي مكتبة الملك سلمان، وأيضا متحف الملك سلمان، وكلاهما في مشروع بوابة الدرعية، أيضا متحف المجتمع السعودي، وسوف يكون في حديقة الملك سلمان بمشيئة الله. نعم دكتور أحمد، الآن ما هو النهج الذي ستنتهجه هذه المؤسسة؟ بمشيئة الله النهج الذي سوف تنتهجه هذه المؤسسة هو نهج الملك سلمان، ويقتدون بمنهج الملك سلمان في العمل الخيري. المؤسسة من المتوقع أنها تستلهم من شخصيته حفظه الله كرؤية، وأيضا كرسالة تصل ليس للمجتمع المحلي ولكن أيضا على مستوى الدولي. وسوف تواصل، متوقع أن سوف تواصل هذه المؤسسة بمشيئة الله مسيرة الملك، وتعكس سماته الشخصية وأيضا اهتماماته الشخصية بالعمل الخيري. والمتوقع إن شاء الله أنها سوف تعد مراكزا ثقافيا أيضا تهتم بما اهتم به الملك سلمان من الثقافة والمعرفة والتاريخ وتأصيل العمل الخيري في المجتمع. إذن المشرف على مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والمدير التنفيذي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة الأستاذ الدكتور أحمد التميمي، شكرا جزيلا لك. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها 26 للعام الهجري الجاري. وتحظى المسابقة بجوائز يبلغ مجموعها 7 ملايين ريال للفائزين في أفرعها 6. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيات تهنئة لفخامة الرئيس رامشاندرا بوديل رئيس نيبال بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده، ولفخامة السيدة مارسيلا ليبورد الحاكم العام لسانت كيتس ونيفيس بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية عن زيادة فترة السماح برفع طلبات الدعم في منتجي دعم التوظيف إلى 330 يوما من تاريخ إضافة الموظف في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدلا من 270 يوما، على أن تعود فترة السماح لرفع طلبات الدعم إلى 180 يوما بدءا من تاريخ 21 من أكتوبر المقبل، وذلك بانتهاء فترة الاستثناء.
تنطلق في الرياض أعمال القمة والمعرض السعودي للبنية التحتية، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 من سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المختصين لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة في قطاع البنية التحتية. وتهدف القمة إلى استعراض قصص النجاح وأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات والمنظمات المحلية والدولية في مجال البنية التحتية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة. تختتم اليوم النسخة الخامسة من المؤتمر السعودي البحري اللوجستي 2024 بمركز معارض الظهران إكسبو، والذي جاء برعاية من وزارة النقل والخدمات اللوجستية ومشاركة أكثر من 10,000 مشارك و60 متحدثا. ويعد المؤتمر فرصة سانحة لعقد الشراكات الاستثمارية والاستراتيجية واستكشاف سبل جديدة تدعم التطور في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية على المستويات المحلية والإقليمية كافة. ومباشرة من الملتقى البحري الدولي الأول من الدمام ينضم إلينا الزميل طارق الغامدي، مراسل أخبار السعودية. مساء الخير طارق، وأهلا ومرحبا بك. إذن اليوم تختتم النسخة الخامسة من المؤتمر السعودي البحري اللوجستي 2024، كان برعاية من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، شارك فيه أكثر من 10,000 مشارك، أكثر من 60 متحدثا. لو تطلعنا أكثر على تفاصيل هذه النسخة من المؤتمر، وأيضا ما هي أبرز النقاط والمحاور التي تم مناقشتها فيه؟ نعم زميل، طبعا احنا نتحدث عن مؤتمر يضم العديد من الشركات المحلية الإقليمية العالمية المهتمة في مجال النقل البحري وأيضا الاستثمار في هذا المجال، ولذلك ونحن نتجول في هذا المعرض وجدنا العديد من الشركات العالمية والإقليمية التي تقدم خدماتها وأيضا تشرح ما لديها من خدمات في مجال النقل البحري، وهذا يدل على أهمية المنطقة وتحديدا المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري، خاصة وأنها هي تطل على الخليج العربي وأيضا البحر الأحمر، وهذه أحدى البحور المهمة جدا على مستوى النقل العالمي، خاصة البحر الأحمر الذي تمر به العديد وأغلب سفن النقل التجاري على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة في مجال النقل، فأصبحت في المرتبة 20 في النقل البحري على مستوى العالمي، بالإضافة إلى أنها أصبحت المرتبة الأولى على المستوى الإقليمي، وهذا يدل على الاهتمام الذي حظيت به هذه القطاعات وأيضا القطاع تحديدا النقل البحري من قبل حكومة المملكة العربية السعودية ودعمها في هذا المجال من أجل تطوير النقل اللوجستي البحري، بالإضافة إلى وجود العديد من المجالات. المعرض هناك زيادة نسبة 100% من العارضين والإقبال عليه، بالإضافة إلى أكثر من 13,000 زائر حتى الآن، وهذا يدل على الاهتمام وأيضا الإقبال على هذا الجانب من خلال ما يهتم به المستثمرين. هناك أيضا تقارب في وجهات النظر، تقاطع في الأعمال وأيضا الاهتمامات من أجل الوصول إلى فرص استثمارية كبيرة، خاصة وأن المملكة العربية السعودية مقدمة على حراك اقتصادي كبير خاصة في مجال النقل البحري والاهتمام في هذا المجال في السنوات القادمة. نعم طارق، يعني المملكة لديها بيئة بحرية كبيرة، يعني يقدر طولها تقريبا بحدود 3,400 كيلومتر. نحن نشاهد هذه النهضة الكبيرة في المملكة، أيضا تواجدها على في منطقة تعتبر مركز العالم ومركز ربط ما بين القارات الثلاث. كيف وجدت الإقبال من الشركات المختصة في القطاع البحري اللوجستي، أيضا قطاع النقل، في هذا المؤتمر واهتمامها بالفرص الاستثمارية الكبيرة والتي تتضمنها رؤية المملكة 2030 في قطاع النقل البحري وأيضا القطاع اللوجستي؟
نعم، يعني على سبيل المثال الاهتمام في النقل البحري، الكل ينظر على أنه فقط نقل بحري، ولكن لو نظرنا إلى المعرض وما يوجد به أيضا اهتمام بكل ما يخدم النقل البحري. على سبيل المثال تقنية الاتصالات والمعلومات والأقمار الصناعية من أجل سرعة وتحفيز المستثمرين في النقل البحري. أيضا الاهتمام بالبيئة، المملكة العربية السعودية وضعت شروط قوية جدا من أجل المحافظة على البيئة والبيئة البحرية من قبل السفن. أيضا الاهتمام بوسائل التعاون ما بين شركات أو قطاعات النقل، هناك نقل بحري وهناك نقل بري، التنسيق فيما بينهم والسعي إلى وجود تناغم بين هذه القطاعين يساعد ويحفز الاستثمار في هذا المجال. أيضا موقع المملكة العربية السعودية مثل ما ذكر زميلي، وهي ترتبط ما بين قارة آسيا وقارة أوروبا، بالإضافة إلى أنها هي على أحد أهم خطوط الملاحة البحرية، وهو خطوط الملاحة البحرية من خلال البحر الأحمر. أيضا يوجد موانئ كبيرة في المملكة العربية السعودية مثل ميناء الملك عبد العزيز في مدينة الدمام، أيضا ميناء جدة الإسلامي وميناء جازان، وأيضا العديد من الموانئ اللي يمكن الاستفادة منها مثل ميناء الجبيل في المنطقة الشرقية والعديد من الموانئ. هذه الموانئ التي سوف يكون لها دور كبير في الاهتمام وأيضا الاستثمار في مجال النقل البحري. لذلك نتوقع خلال السنوات القادمة أن يكون هناك اهتمام، خاصة إذا ما علمنا أن هناك بنية تحتية كبيرة وقوية جدا ولله الحمد في هذا المجال. أيضا هذه الموانئ تسعى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وأيضا استقبال السفن وأيضا ترحيل السفن أو خروجها من هذه الموانئ إلى مواقع أخرى. لذلك المملكة العربية السعودية تسعى إلى أن تحقق مراتب متقدمة. نحن الآن كنا في مراتب قد تكون في الثمانينات، الآن أصبحنا في العشرين. نتوقع إن شاء الله بالدعم الكبير سوف نصل إلى مراتب متقدمة. هذه المراتب سوف تكون بناء على البنية التحتية، التقنية، الاهتمام والكوادر البشرية أيضا في هذا المجال. لذلك لا نستغرب عندما نرى الاهتمام في التقنية أن يكون جزءا منها في النقل البحري، لا نستغرب أن يكون هناك اهتمام في الموارد البشرية ويكون جزء منها في النقل البحري. لا، كل ذلك الاهتمام سوف يصب في مصلحة القطاع هذا، وأيضا يجد فرص استثمارية كبيرة من خلال إيجاد كوادر بشرية وتقنية وبنية تحتية تساعد على هذا الجانب. نعم، مراسل أخبار السعودية الزميل طارق الغامدي من الملتقى البحري الدولي الأول من مدينة الدمام، شكرا جزيلا لك. نظمت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء المؤتمر الدولي الرابع سعودي إندو في الخبر، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في أمراض السكري من أنحاء العالم لمناقشة أحدث الابتكارات والتقنيات لتشخيص وعلاج مرض السكري المزمن. أكثر من 4,200,000 مصاب بداء السكري المزمن في المملكة، إحصائية أعلن عنها في المؤتمر الدولي الرابع لأمراض السكر الذي نظمته الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء في الخبر بمشاركة متخصصين عالميين في مجال السكري. المملكة تحتل المرتبة 7 في مرض السكري بين دول العالم، ومع تأثير مستجدات الأدوية على حياة المصابين يعتبر البنكرياس الصناعي المعروف بمضخة الأنسولين المطورة ابتكارا يتحكم بمستوى السكري ويقلل الوخز بالإبر. رياضة المشي هي إحدى الحلول لتقليل نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة والتي من بينها السكري، حيث دعت رؤية المملكة إلى اعتماد توفير مسارات لها داخل الأحياء السكنية لخلق مجتمع صحي وحيوي. سلطان الطلاني، الخبر. مشاهدينا الكرام، وردنا هذا الخبر. أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر حسابه في منصة إكس أن الاستثمار في الإنسان وتنمية ثقافته واعتزازه بهويته هو نهج دائم سنستمر عليه دائما، ولأننا نسعى لمواجهة التحديات البشرية واستدامة ازدهار المجتمعات، فإننا نطلق مؤسسة الملك سلمان غير الربحية متطلعين لإحداث أثر دائم للفرد والمجتمع. انطلقت فعاليات الأسبوع العالمي للتبرع بالأعضاء، حيث يتم تحفيز المجتمع بالتبرع بالأعضاء وتصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة والتذكير بأن كل شخص لديه القدرة على إنقاذ حياة من خلال التبرع بأعضائه. نتابع.
يقيم التجمع الصحي بالتعاون مع عدد من الجمعيات وفرق التطوع المشاركة في الأسبوع العالمي للتبرع بالأعضاء خلال وجود عدد من الصحيين والمتطوعين لتقديم المعلومات وتعزيز التثقيف الصحي وتصحيح المفاهيم الخاطئة تجاه التبرع بالأعضاء. الفعالية تهدف إلى تشجيع المجتمع من المواطنين والمقيمين للتبرع بالأعضاء من خلال تقديم المعلومات والمنشورات التوعوية المختلفة والمتنوعة. تعزيز ثقافة التبرع ستسهم في التكاتف وتنمية روح الإيثار والمساعدة ومساندة منهم بحاجة إلى التبرع، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سناء الزهراني، الطائف. انطلقت أعمال المعرض السعودي للفنادق والضيافة ومعرض إندكس السعودية ومعرض التصميم وتكنولوجيا الإضاءة، حيث تمتد الفعاليات عبر 6 قاعات في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات مع أكثر من 750 عارض عالمي ومحلي من أكثر من 40 بلدا، تضم إيطاليا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة والبرتغال وتركيا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا واليونان وغيرها الكثير. تفاصيل أوسع من هناك مع الزميل عبد الله القرني مراسل أخبار السعودية. مساء الخير عبد الله، وأهلا ومرحبا بك. إذن مع انطلاق أعمال المعرض السعودي للفنادق والضيافة وأيضا معرض إندكس ومعرض تصميم وتكنولوجيا الإضاءة، يعني كل هذه الفعاليات يعني في وقت واحد تمتد عبر 6 قاعات كما ذكر الخبر. لو تطلعنا أكثر على تفاصيل هذه الأعمال وهذه الفعاليات وأيضا ما الذي تقدمه للقطاعات التي تختص بها مثل قطاع الفنادق والضيافة، خصوصا المملكة مقبلة على استثمار كبير في مجال السياحة والفندقة وأيضا معرض إندكس، معرض التصاميم والتكنولوجيا. أهلا بك أحمد وأهلا بمشاهدي أخبار السعودية. بكل تأكيد هو حراك كبير جدا هنا في واجهة الرياض بحيث هذه المشاركة لهذا المعارض، طبعا معارض عديدة من خلال القاعات التي ذكرتها تختص في الإضاءة في التصميم فيما يختص في الفنادق، وهو حراك كبير جدا كان بحضور محلي وإقليمي ودولي وأيضا بمشاركة عديدة من كبرى الشركات العالمية. كان هناك أيضا اتفاقيات وفائدة كبيرة للشركات السعودية وللمشاركين السعوديين. كان هناك أيضا مشاركات عديدة من كبار المصممين وأيضا المصممين السعوديين الموجودين والشركات. هو حراك كبير جدا في هذا القطاع. للحديث أكثر عن هذا القطاع وعن هذا الحراك ينضم معي الأستاذ محمد مرغاني وهو الخبير في قطاع السياحة والضيافة. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد مرغاني. في البداية ودي أن تحدثني مثل عن هذا الحراك وعن هذا المعرض. الحمد لله كانت 3 أيام مثمرة جميلة جدا، جمعت كثير من الشركات العالمية الأجنبية والشركات المحلية كلها تحت سقف واحد، وتسنت الفرصة للشركات الناشئة وشركات الاستثمار أنها تجتمع مع هذا العدد من الموردين تحت سقف واحد. طبعا تواجد هذا العدد الكبير من الشركات راح يساهم في رفع أو في توفر 1.5 مليون وظيفة في قطاع السياحة ب 2030، وطبعا الهدف بتوطين 70% من الوظائف المتاحة في قطاع السياحة. وصندوق التنمية صندوق الموارد البشرية موفر 10 مليار لتدريب وتأهيل السعوديين عشان يتواكبوا مع هذا. اي نعم صحيح، لا 10 مليار لجميع القطاعات بس ومن ضمنها قطاع الضيافة وقطاع السياحة. نعم. فطبعا طبعا يعني زي ما انت عارف 70% من عدد السكان في المملكة السعوديين اقل من 30 سنة، فبالتالي هذا يوضح لك صورة الشباب واهتمام القيادة في تأهيل الشباب وبالذات في القطاع السياحي اللي هي تعتبر أحد الأعمدة الرئيسية في رؤية 2030. أستاذ محمد، مثل هذا المعرض وهذا الحراك هو دافع لمستقبل الشباب والوظائف والتدريب وأيضا في مستقبل القطاع؟ صحيح أكيد. يعني أنت لما تشوف أمامك الآن جميع الشركات سواء كانت عالمية أو محلية كلها مجتمعة تحت سقف واحد، وعدد الحضور خلال 3 أيام كان عدد حضور جدا هائل،
طبعا هذا بالإضافة للجلسات الحوارية اللي كانت موجودة في المعرض. جلسات حوارية شملت كثير من خبراء في مجال الضيافة القادمين من خارج المملكة والموجودين داخل المملكة. أستاذ محمد، بما أنك أيضا مختص في هذا المجال وأيضا من المتحدثين في هذا المعرض، بودي أن أيضا تعطيني انطباعك عن مثل هذا الحراك، يعني حراك جديد في خلال السنوات الأخيرة جذب كثير من الخبراء وأيضا المحليين والدوليين، صف لي هذا الحراك. يعني أنت الآن لو تنظر لمعرض الفنادق السعودي اليوم وتقارن بالسنوات اللي راحت، راح تشوف عدد الحضور الهائل وفرق ما بين السنة هذه وما بين السنين اللي فاتت. الآن العدد حق هذه السنة فاق العدد السنين الأخرى، هذا يدل على شيء، دل على نضج السوق السفر والسياحة عندنا في المملكة ودخول كثير من المستثمرين في هذا المجال. أستاذ محمد، بما يختص في موضوع أخيرا لكي لا نطيل عليك، فيما يختص الخبراء العالميين وأيضا الشركات العالمية المشاركة، كان هناك مركز جذب في السعودية ليأتون إلى هنا؟ أكيد بالتأكيد، وأنا في تصوري أنه كثير من الشركات حاولت قدر الإمكان وحرصت على تواجدها هنا، عشان كده لو تشوف ما في أي مكان فاضي في المعرض ما شاء الله، وجميل جدا أنت تشوف الاختلاط ما بين الشركات الأجنبية والشركات المحلية الموجودة. الأستاذ محمد مرغاني الخبير في قطاع السياحة والضيافة، أطلنا عليك، لديك جلسة للتحدث فيها، شكرا لك. يعطيك العافية، شكرا لكم، حياك. هذا هو المشهد هنا أحمد في هذا اليوم الثالث والأخير في هذا المعرض الكبير الذي يضم الشركات المحلية والعالمية تحت سقف واحد، وأيضا يضم الخبراء العالميين والمحليين في هذا الحراك الكبير اللي أصبحت فيه الرياض مركز جذب لكثير من الشركات العالمية. نعم، إذن مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله القرني من المعرض السعودي للفنادق والضيافة ومعرض إندكس السعودية، شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لضيفك الكريم على كل هذا الإيضاح. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير انطلاق الجولة الرابعة من دوري روشن بثلاث مواجهات في نجران والجوف ومكة المكرمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى هذه النشرة، وإليكم أبرز ما جاء فيها. صدور أمر ملكي باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وزارة الشؤون الإسلامية تنظم المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس نيبال بذكرى يوم الدستور لبلاده، والحاكم العام لسانت كيتس ونيفيس بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. صندوق الموارد البشرية يعلن زيادة فترة السماح برفع طلبات منتجي دعم التوظيف إلى 330 يوما. والأرصاد تتوقع استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق وتنبه من حالة مطرية على الباحة وجازان حتى 9 مساء. وفي أخبار المناطق، كرم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران مساعد قائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن عبد الله السبيعي بمناسبة انتهاء فترة عمله قائدا لقوة شرورة، مهنئا سموه اللواء ركن سلطان البقمي بمناسبة تعيينه قائدا لقوة شرورة. اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل على سير العمل في هيئة تطوير منطقة حائل وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية والأعمال الجاري العمل عليها والخطط المستقبلية، وذلك خلال لقائه بالرئيس التنفيذي للهيئة عمر العبد الجبار.
كما التقى الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز بمدير مطار حائل الدولية المهندس محمد المطير، واطلع على تقرير النصف الأول من العام الحالي 2024 وسير العمل في المطار والخدمات المقدمة للمسافرين، منوها بدعم القيادة لقطاع الطيران المدني. دشن أمير منطقة حائل عددا من مشاريع البنية التحتية والتنموية في المنطقة، منها مشروع جسر السويفلة وعدد من الحدائق والطرق. ولتفاصيل أكثر عن هذه المشاريع انضم إلينا الزميل محمد عثمان مراسل أخبار السعودية من مدينة حائل. مساء الخير محمد، أهلا ومرحبا بك. إذن سمو أمير منطقة حائل يدشن عدد من المشاريع والمتخصصة في البنية التحتية والتنموية في المنطقة، لو تطلعنا أكثر على هذه المشاريع وأيضا ماذا تخدم؟ نعم، أهلا بك أحمد. بالحديث عن هذه المشاريع المدشنة من قبل سمو أمير منطقة حائل، نتحدث عن مشروع جسر السويفلة الذي تتجاوز قيمته أكثر من 53 مليون ريال، بالإضافة إلى مجموعة من الحدائق وكذلك المماشي ومضامير المشي الخاصة بذوي الإعاقة وغيرهم. أيضا نتحدث عن مشروع جسر السويفلة، هذا المشروع أحمد الذي يساهم في درء أخطار السيول، وكذلك نتحدث كذلك عن ربط حي السويفلة ببقية أحياء مدينة حائل، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور. نتحدث عن حي السويفلة، بالإضافة إلى أن سمو أمير المنطقة تجول أيضا في هذه الحدائق والتقى بمن يمارسون رياضة التزلج والذي يتواجد لهم مرفق خاص بهم وغيرها من التفاصيل التي سيطلعنا عليها المهندس سعود بن فهد العلي، وهو مساعد الأمين للإعلام والاتصال المؤسسي. حياك الله مهندس سعود. مهندس سعود، دائما متميزين في مشاريعكم، اليوم تدشنون هذا المشروع، المشروع الخاص بجسر السويفلة ومجموعة من الحدائق، حدثنا عن هذه المشاريع. متميزين صراحة بكم وبهذه المواكبة الدائمة من هذا الفريق يعني الرائع. لا شك هذا الانعكاس لدعم حكومتنا الرشيدة الممتد والدائم، يترجم هذا اليوم على هذه المشاريع التنموية التي تأتي في هذا الربع من هذا العام، واستكمالا لحزمة من المشاريع في كل ربع عام نشرف بقدوم وتشريف سمو أمير المنطقة لافتتاح هذه الحزمة من صراحة مشاريع التي تعنى بالبنية التحتية والتي تعنى بالحدائق وتعزيز صراحة مؤشرات جودة يعني الحياة في مدينة حائل. في 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 هذا الربع جاء هذا التزامن مع اليوم يعني الوطني، هذه المناسبة الغالية علينا جميعا. لا شك أن هذه المشاريع جاءت في عدد من النطاقات، في عدد يعني من التصنيفات. هناك مشروع جسر يعني سويفلة كما ذكرت في هذه المقدمة الضافية الجميلة، أنه يخدم تنقلات يعني صراحة مرورية بين الجانبين، أيضا يقلل رحلة يعني صراحة الوصول، أيضا يدرأ خطر سيول لأنه يعبر عبر وادي حائل يعني التاريخي. أيضا هناك جملة من الحدائق التي نفذت، وإن سمحت لي نتكلم عنها يعني رقما وشغفا، نصل هذا اليوم إن شاء الله في نهاية هذا العام إلى إنشاء وتشغيل أكثر من 300 حديقة في مدينة حائل، موزعة على كافة نطاقات وأحياء مدينة حائل السكنية، هذا فضلا عن بقية يعني المحافظات في منطقة حائل. هناك ولله الحمد مشاريع متميزة بأداء متسارع بمتابعة دائمة من سعادة أمين المنطقة المهندس سلطان الزايدي وكافة الفرق التشغيلية والهندسية، تنفذ هذه المشاريع بمواصفات عالية جدا ولله الحمد. هذه المواصفات أسهمت في أن تكون هذه المشاريع على مقربة من المشغل الرئيسي لها، وهم عناصر يعني المجتمع الفاعل، المجتمع التشاركي. نرى اليوم جميع فعالياتنا اليوم في هذه الحدائق، ونرى اليوم أيضا وفود هذه الحشود أيضا إلى هذه الحدائق في كافة أيام هذا العام، وبالأخص
الخاص في مثل هذه المناسبات يعني الغالية. إن سمحت لي أيضا في مناسبة اليوم الوطني يعني شغلت هذه الحدائق بأن تكون وجهات جاذبة وفاعلة لاستقطاب آلاف من الزوار حسب ما كان متوقعا حينما صممت وشيدت هذه الحدائق. جملة فعاليات حائل يعني اليوم موزعة في كافة نطاقات مدينة حائل في أكثر من حديقة وأكثر من وجهة فاعلة. نقدم يعني اليوم حدائقنا ومنتزهاتنا بإطار سياحي وتنموي. نعم. شكرا مهندس. شكرا. حياكم الله. نعم. إذن كان هذا المهندس سعود بن فهد العلي مساعد الأمين للإعلام والاتصال المؤسسي متحدثا عن جملة هذه المشاريع بحديث مفصل ولامس كل الجوانب. عودة إليك بالصوت والصورة أحمد. إذن مراسل الأخبار السعودية الزميل محمد عثمان من مدينة حائل، شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لضيفك الكريم على كل هذا الإيضاح الذي أوضحه فيما يخص هذه المشاريع. تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تقريرا من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة تضمن تفاصيلا حول التقرير الختامي لأسبوع البيئة واليوم العالمي للبيئة وأهم الإحصاءات السنوية. جاء ذلك خلال لقاء سموه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة بندر الهدية. شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة انطلاق أعمال الاجتماع السنوي لوكلاء المساعدين للحقوق بإمارات المناطق وملتقى التكامل الحقوقي الذي تستضيفه إمارة المنطقة بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء ووكلاء الإمارات. وتجول الأمير سعود بن مشعل في المعرض المصاحب للملتقى. تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024 بمدينة الملك فيصل الرياضية في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني. من جهة أخرى أطلق نائب أمير منطقة جازان البرنامج الدعوي انتماء ونماء المصاحبة لليوم الوطني 94 بالتزامن مع إطلاقه في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبقية فروعها في مناطق المملكة. جاء ذلك خلال لقائه بمدير فرع الوزارة بالمنطقة خالد النجمي. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف رئيس نادي برايل فاين آرت الزهرية العواد يرافقها عدد من أعضاء النادي. واطلع سموه على تقرير نادي برايل فاين آرت الذي تضمن جميع أنشطة النادي منذ تأسيسه وحتى الوقت الحالي. التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية سفيرة مملكة النرويج لدى المملكة كريستي ترومستال، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات وتبادل الأحاديث الودية. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل مدير فرع هيئة التراث بالمنطقة الدكتور يحيى الفريدي. واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي للتراث الثقافي بالمنطقة وأعمال ونشاطات الفرع. كما دشن نائب أمير حائل برنامج انتماء ونماء بحضور مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة محمد السميري. ويتضمن البرنامج إقامة عدد من الفعاليات والمناشط الدعوية الخاصة باليوم الوطني 94 للمملكة بتنظيم من الوزارة. والتقى نائب أمير منطقة حائل مدير إدارة الاستخبارات العامة بالمنطقة العميد فهد العجاجي ومساعده العميد فهد الحربي، ونوه سموه بالدعم والاهتمام الذي تليه القيادة لجميع القطاعات وحرصها على تهيئة السبل لأداء مهامها بكفاءة عالية.
تحت رعاية وزير الداخلية شهد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي حفل تخريج 7922 رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري في مدن التدريب بمناطق الرياض ومكة والمدينة والشرقية وعسير، وتلقى الخريجون تدريباتهم على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل. يتمتع طلاب وطالبات مدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة مع نهاية دوام اليوم بأول إجازة مدرسية مطولة التي تأتي بمناسبة الذكرى 94 لليوم الوطني للمملكة لهذا العام يومي الجمعة والسبت، ويضاف إليهما الأحد والاثنين المقبلين. كما تشمل الإجازة الكوادر الإدارية والتعليمية. من جهتها شددت وزارة التعليم على المدارس كافة بضرورة تحقيق الانضباط المدرسي قبل وبعد إجازة اليوم الوطني مع تطبيق ما ورد في لائحة السلوك والمواظبة بحق المتغيبين. أنهت أمانة منطقة تبوك استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 94 بتزيين الشوارع والميادين العامة والمسطحات والساحات. تفاصيل الاستعدادات مع مراسلنا من هناك الزميل مصعب الديحاني. مساء الخير مصعب، وأهلا ومرحبا بك. إذن أمانة منطقة تبوك وكما هي أمانات مناطق المملكة تنهي استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني 94 للمملكة. لو تطلعنا أكثر على أبرز الاستعدادات التي تمتها أمانة منطقة تبوك استعدادا للاحتفال بالذكرى 94 لليوم الوطني للمملكة. نعم، مساء عليكم بالخير أحمد وعلى السادة المشاهدين الكرام. من هنا من منطقة تبوك حيث أتمت أمانة المنطقة وكافة الجهات في المنطقة الاستعدادات الخاصة بالاحتفاء بهذه الذكرى، ذكرى اليوم الوطني 94، وهي بكل تأكيد ملامح تظهر في الشوارع والميادين والطرقات بالإضافة إلى المباني الحكومية والمدارس وغيرها من المعالم التي هي بكل تأكيد تؤكد هذه الروح التي نشاهدها في منطقة تبوك وبقية مناطق المملكة. يودي أن أسلط الضوء بشكل مفصل حول أبرز تفاصيل هذه الاستعدادات مع الأستاذ يحيى الجراح وهو المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك. أهلا وسهلا بك أستاذ يحيى، أحييك عبر شاشة السعودية. بداية ودنا أن نطلع المشاهد الكريم على أبرز الاستعدادات لأمانة المنطقة حول الاحتفاء باليوم الوطني 94. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لاستضافتكم. بداية أود أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والعائلة المالكة والشعب السعودي الكريم بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني 94، والذي يعبر عن ذكرى غالية على قلوبنا، ألا وهي توحيد أجزاء هذا البلاد تحت مسمى غالي كذلك على قلوبنا، المملكة العربية السعودية. عودا على سؤالك أستاذ مصعب، أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة دائما ما تكون حريصة على التفاعل مع مثل هذه المناسبات من خلال إبراز مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبات الوطنية. اليوم تبوك ومحافظاتها ومراكزها التابعة تتوشح 8000 علم، كذلك طرقات تبوك ومحافظاتها ومراكزها التابعة تتوشح أكثر من 60000 متر طولي من مادات الزينة الخضراء. سيتم بإذن الله إضاءة وإنارة مباني الأمانة وعدد من البلديات التابعة ب 250 كشاف ثابت ومتحرك باللون الأخضر. ستكون هناك عروض ضوئية تجسد صور القيادات على مبنى الأمانة بالإضافة إلى هوية اليوم الوطني 94. من ضمن المظاهر الاحتفاء التي عملت عليها الأمانة القيام بتوزيع وفي عدد من المواقع 30 مجسم في مختلف ميادين وطرقات مدينة تبوك، إضافة إلى نشر عبارات التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة عبر 195 شاشة إعلانية ولافتة من لافتات الطرق، إضافة إلى الأعمال الروتينية المكثفة في مثل هذه المناسبات، أعمال نظافة وصيانة مواقع الفعاليات والحدائق والمنتزهات بشكل عام. جميل. هذا يعني حول أبرز الاستعدادات، ماذا عن الفعاليات التي ستقام خلال الأيام القادمة؟
كذلك أمانة تبوك وبلدياتها التابعة عملت على إعداد حزمة من الفعاليات المتنوعة وصلت إلى 47 فعالية. حرصنا في هذه الفعاليات أن تكون متنوعة، أن تستهدف جميع أفراد المجتمع، المواطن والمقيم بمختلف أعمارهم وفئاتهم. كذلك حرصنا على تعدد المواقع، اليوم أكثر من 13 موقع على مستوى منطقة تبوك، بالإضافة إلى تنوع تلك المواقع ما بين وجهات بحرية إلى حدائق ومنتزهات ومواقع تاريخية. ستنطلق بإذن الله باكورة فعاليات اليوم الوطني بفعاليات جادة الأمير فهد بن سلطان يوم الأحد القادم، والتي ستكون فعاليات متنوعة ما بين فعاليات مسرحية إلى عروض شعبية وفلكلورية، بالإضافة إلى أركان تعبر عن بيئة المنطقة وتراثها التاريخي. وكذلك سيكون يوم الاثنين ما بعد الأحد في 23 سبتمبر إقامة الفعاليات في الحديقة المركزية بالتزامن مع الألعاب النارية التي تقيمها هيئة الترفيه. غالبا متى ستكون الألعاب النارية بدايتها في الحديقة المركزية؟ الساعة 9 بإذن الله يوم الاثنين القادم 23 سبتمبر ستكون الألعاب النارية في بجوار الحديقة المركزية في وادي طبعة. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، تقومون بجهد يذكر فيشكر. شكرا لك يحيى الجراح متحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك، شكرا لك. لعله كانت هذه يعني صورة مفصلة حول أبرز التفاصيل الخاصة باستعدادات الأمانة لليوم الوطني، ذكرى اليوم الوطني 94 هنا في منطقة تبوك. نعم أحمد. إذن مراسل أخبار السعودية الزميل مصعب الديحاني من مدينة تبوك، شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لضيفك الكريم. وعن حالة طقس اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة. هذا ونبه المركز من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة ومحافظاتها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية، وجريان السيول وتساقط البرد تستمر حتى 9 من مساء اليوم. كما نبه من هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة جازان ومحافظاتها يصاحبها رياح شديدة أو شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية تستمر حتى 9 مساء. ومباشرة من المركز الوطني للأرصاد ينضم إلينا مراسلنا الزميل عبد الله الغامدي ليطلعنا على آخر مستجدات وتوقعات الطقس في المملكة. مساء الخير عبد الله، وأهلا ومرحبا بك. نبدأ معك من التنبيه الذي أطلقه المركز الوطني لمنطقة الباحة ومحافظاتها، لو تطلعنا على تفاصيل هذا التنبيه وأيضا أبرز التوقعات التي أصدرها المركز في تقريره لأحوال الطقس في المملكة. أول شيء أحمد، الله يمسيك بالخير ويمسي متابعي أخبار السعودية. بالفعل نتواجد هنا في مركز التحاليل والتوقعات التابع للمركز الوطني للأرصاد الذي يقدم التحاليل والتوقعات والتنبؤات البيئية لما سيحدث في أجواء المملكة من تغيرات جوية. هناك العديد من التحذيرات، هناك العديد من التوقعات التي تنبئ بهطول كميات من الأمطار توزع على ربما تكون المناطق الجنوبية ومناطق المرتفعات. الحقيقة حول هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيفي وضيفكم الأستاذ حمزة كومي مدير مركز التوقعات والتحاليل بالمركز الوطني للأرصاد. أول شيء أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. توقعات عديدة بهطولات مطرية تشمل المناطق الجنوبية ومنها منطقة الباحة وربما منطقة جازان وأبها. حدثنا عن هذه التوقعات وماذا سيحدث في قادم الأيام من خلال الخرائط والتنبؤات التي أعددتموها. السلام عليكم ورحمة الله، أولا نرحب بكم في المركز الوطني للأرصاد. طبعا الأمطار مستمرة تقريبا عندنا من نهاية فصل الصيف، من تقريبا من بداية شهر أغسطس إلى الآن إحنا في شهر سبتمبر وبداية فصل الخريف، فالأمطار مستمرة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وحتى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة. المتوقع إن شاء الله هي استمرارها خلال هذا الأسبوع إلى نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله.
والأمطار تتراوح ما بين المتوسطة إلى غزيرة، قد تكون أكثر المحافظات المتأثرة بالأمطار الغزيرة مرتفعات هذه المناطق، وتمتد السحب بطبيعة الحال إلى بقية الأجزاء القريبة من هذه المرتفعات تدريجيا، وتكون فيها فرص الأمطار أقل أو بكميات أقل، لكن مرتفعات المناطق هي أمطارها غزيرة إن شاء الله حتى نهاية الأسبوع القادم. بالنسبة للمناطق الساحلية سواء جدة أو المنطقة الشرقية، ما هي التوقعات بالنسبة لها، بالنسبة لمستوى الرطوبة، بالنسبة لمستوى الحرارة خلال هذه الأيام؟ غالبا في بداية فصل الخريف يكون هناك الاحتمالات أن تكون ارتفاع في نسبة الرطوبة خاصة على الأجزاء الساحلية في الخليج العربي وفي البحر الأحمر، يمكن قد تكون تمتد من السواحل منطقة المدينة المنورة إلى سواحل جيزان مرورا بسواحل منطقة مكة المكرمة بما فيها جدة. جميع هذه المناطق الساحلية فيها ارتفاع في نسبة الرطوبة، فيها احتمالات تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر، وستستمر معنا إن شاء الله الفرص أو الاستمرار ارتفاع نسبة الرطوبة إلى بداية الشهر القادم إن شاء الله. طيب متى سنلحظ بداية انخفاض فعلي في درجات الحرارة؟ الانخفاض الفعلي نوعا ما إن صح التعبير في شمال المملكة، سيبدأ إن شاء الله في شمال المملكة، وإن صح التعبير بدأ على شمال المملكة. الآن مناطق الحدود الشمالية أو أجزاء منها من الحدود الشمالية ومناطق الجوف وتبوك تسجل درجات حرارة صغرى تتراوح ما بين 17 إلى 20 درجة مئوية، وسيكون هناك في انخفاض تدريجي إن شاء الله كلما تقدمنا في الأشهر القادمة إلى أن نصل إلى فصل الشتاء بإذن الله. شكرا لكم حمزة كومي مدير مركز التحليل والتوقعات بالمركز الوطني للأرصاد. إذن متابعين الكرام، هناك انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، هناك أيضا هطولات مطرية على العديد من المناطق ذات المرتفعات ومنها الطائف، الباحة، أبها، جازان، جميع هذه المناطق بإذن الله، وربما تشمل أيضا العديد من مناطق المملكة الأخرى. نعم زميلي أحمد، عودة إليك. إذن مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله الغامدي من المركز الوطني للأرصاد، شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لضيفك الكريم. بعد تحقيق عدد من النجاحات، يواصل مركز عقول مثمرة جهوده من خلال تنظيم البطولة العربية الأولى في مكة المكرمة بالتزامن مع المسابقة الوطنية التاسعة للحساب الذهني. نتابع. في إطار تعزيز الثقافة العلمية والرياضية في المملكة، أقام مركز عقول مثمرة البطولة العربية التي تعقد أول مرة في مكة المكرمة، إضافة إلى المسابقة الوطنية التاسعة للحساب الذهني. واليوم نبرهن للجميع دوليا وعربيا وعلى مستوى الوطن أن البرنامج هو رياضة ذهنية يحتاجها أبناؤنا قد تفوق أهميتها الرياضة البدنية، وأنه المفتاح المهم لتميز أبناؤنا وطلابنا في الاختبارات الدولية والمحلية من قدرات وتحصيلي ونافس. تعد هذه البطولة حدثا مميزا يجمع أفضل العقول من مختلف أنحاء العالم العربي للتنافس في مهارات الحساب الذهني ذات الدقة والسرعة العالية. بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين استطعنا والحمد لله أن نصل بهذا البرنامج من المحلية إلى العالمية، والآن في مكة المكرمة المسابقة العربية. تهدف البطولة إلى تطوير قدرات الأطفال والشباب في مجال الرياضات بأجواء مليئة بالتحدي، تتضمن تجارب تعليمية وورش عمل مخصصة، ما يجعلها فرصة فريدة للمشاركين لتبادل المعرفة والتعلم من الخبراء في هذا المجال. ولاء المطر في مكة المكرمة. أدرج مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025، ويأتي هذا الإنجاز الجديد ليعزز من مكانة المستشفى كمؤسسة رائدة في مجال الرعاية الصحية، وذلك حسب القائمة الصادرة عن مجلة نيوزويك نظير تميزه في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوت والتصوير الرقمي وخدمات الرعاية الصحية عن بعد.
تنطلق النسخة السادسة من معرض انترسيك السعودية العالمي في مطلع أكتوبر المقبل في الرياض، وذلك بمشاركة أكثر من 300 شركة من 28 دولة حول العالم على مدى 3 أيام. ويهدف المعرض إلى تلبية احتياجات السوق المحلية والهيئات الحكومية في مكافحة الحرائق والأمن والاستجابة لحالات الطوارئ والسلامة والأمن السبراني بالتواصل مع مزودي الخدمات ومناقشة أفضل الممارسات وأحدث التقنيات. وفي خبرنا الرياضي والأخير، تنطلق الليلة منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن بثلاث مواجهات، والتي تأتي تحت مسمى نحلم ونحقق، حيث يستضيف الأخدود نظيره القادسية على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، ويحل الفتح ضيفا على العروبة على ملعب جامعة الجوف، كما يحل الخلود ضيفا على الوحدة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية. وختاما لنشرتنا هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. صدور أمر ملكي باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية. صندوق الموارد البشرية يعلن زيادة فترة السماح برفع طلبات منتجي دعم التوظيف إلى 330 يوما. والأرصاد تتوقع استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق، وتنبه من حالة مطرية على الباحة وجازان حتى 9 مساء. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.